بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهارده نتكلم على نوع من انواع الخضروات الجميله الممتازه، وهي حلقه النهارده عن البصل. البصل ازاي هنزرعه وازاي نعرف النقط بتاعته والمسميات، وهنعرف معلومات جديده بالنسبه للهواه وبالنسبه للي عايزين يزرعوا في المنزل. والناس المزارعين طبعا هم اهل الخبره واهل الثقافه فاكتر مننا في المعلومات. نيجي نتكلم ونقول ان البصل من النباتات ثنائيه الحول، يعني ان انا عشان اخد من بذره لبذره ياخد لي سنتين، سنه مجموعه خضري تمام، وبعد كده بزرعه تاني عشان يديني المجموع الزهري والبذور، فده ثنائي الحول. طيب نيجي نتكلم ونقول الاجواء بتاعته. الجو هو بيحب بيزرع في مدى عالي من درجات الحراره. يعني مدى عالي يعني مثلا نقول من درجات حراره منخفضه لمعتدله لحاره، لكن انسب درجه حراره بيزرع في البصل من 12 درجه مئوي ل 24 درجه مئوي. ده النبات البصل بيحب الدرجه الجميله الحلوه دي. طب بالنسبه للتربه بتاعته، بيحب التربه الخفيفه تمام او الرمليه او اي خلطه من الخلطات اللي احنا ذكرناها في الحلقه رقم 76. لو احنا نزرع في المنزل، لو نزرع في الحديقه المنزليه، فيفضل تكون التربه بتاعتنا تربه رمل على طين بنسبة مثلا 2 رمل لواحد طين. ليه؟ عشان لما تبقى التربة مفككة البصلة بتكبر تاخد حجمها. تخيل لما انت تبقى التربة مفككة فتقدر تفتح كده دراعاتك كده وتقول تمام التمام، لما التربة تبقى تقيلة تبقى الدنيا متكتفة عليك مش عارف، فتلاقي البصل صغير وحجمه صغير ومش تمام. في نقطة مهمة، الري. دايما دايما قاعدة عامة، الأبصال كلها سواء الأبصال الزينة أو البصل ما تزودش المية. الدرنات زي البطاطس زي البطاطا ما تزودش المية. الكرمة زي القلقاس ما تزودش مية. بمعنى إن كل الحاجات اللي تحت الأرض اللي بيبقى ليها حجم كبير وبتاكلها من تحت الأرض، أنت ما بتاكلش العرش الأخضر إلا البصل الأخضر، بس أنت بتاخد المحصول ده لازم تحافظ على المية ما تكونش كتير وما تكونش قليل. الوسطية في كل شيء بتكون ممتازة وجميل. نيجي نتكلم على من مميزات برضو التربة اللي بيحبها النبات. ما بيحبش التربة القلوية، ما بيحبش التربة اللي فيها ملوحة عالية. طيب بمعنى ايه؟ فاكرين حلقة قشر البيض في القناة؟ في ناس كتيرة في المنازل تلاقيهم جايبين قشر البيض ويحط الأبصال عموما سواء الزينة أو البصل مش عايز تربة قلوية، عايز تربة حامضية، فاحنا نستعمل فيها الأسمدة العضوية، نستعمل شاي الكومبوست، نستعمل ملح الليمون عشان نقلل القلوية، نستعمل الهيوميك أسيد، تمام؟ كل الحاجات دي نقدر نستعملها عشان نقلل القلوية بتاعت التربة بتاعتنا، إن الوطن العربي كله التربة بتاعته قلوية وليس حامضية، إلا قلة قليلة في الغابات اللي موجودة زي لبنان، زي بعض الدول زي سلطنة عمان، في بعض الأماكن البسيطة في اليمن، تمام؟ دي اللي بيبقى فيها غابات. طبعا السودان وأرض السودان الجميلة الممتازة اللي فيها الغابات برضو بتكون فيها نوعا ما التربة بتاعتها شبه حامضي وليس حامضية. طيب نيجي نتكلم عن مواعيد الزراعة. مواعيد الزراعة عندك أربع مواعيد للزراعة، لإما شتوي مبكر هتزرع في شهر 8 و9، أو شتوي متأخر هتزرع في شهر 10 و11، أو صيفي مبكر هتزرع في 2 و3، أو صيفي متأخر هتزرع في شهر 5 4 و5. ركزوا في مواعيد الزراعة، يبقى أنت بتزرع على أربع تمام أربع إيه؟ أوقات. أربع عروات على مدار العام، فبتلاقي عندك محصول البصل ما بيخلاش من السوق، وتقدر تزرعه في كل الأوقات. يعني في بعض الناس تيجي تقول لك إيه؟ أصل أنا ما بحبش آكل الحاجة إلا في وقتها، لا، كل في وقتها، كل بالهنا والشفا وبتضاله وسوسة مش في مجالها. طيب طرق الزراعة، أول حاجة وأهم حاجة الأساسية لزراعة البصل البذرة، أما اللي إحنا بنعمله في البيت هقول لكم عليه بعدين. البذرة أهي، البذرة بيبقى لونها أسود تمام زي ما أنتم شايفين بالمنظر ده. بنجيب البذرة بتاعتنا وبنجيب القصص، لو إحنا هنزرع في المنزل بالبذرة بنجيب القصيص مقاس 20 تمام وعرض وارتفاع 20. طيب انا بجيب البذور منين؟ ايا كان البذور، ايا كان الشتلات، لو انت هتجيب شتلات مهما كانت من اصحاب المشاتل، ان في بعض الناس تقول لك انا بجيب الشتلات منين؟ من المشاتل.
طب بجيب البذور منين؟ من العطارين او العشابين او محلات الزراعيه بيبيعوا البذور النباتات. يبقى احنا كده اتفقنا مكان البيع منين. طيب البذره بتاعت البصل بنجيبها من نزرعها في قصيص زي ده، بنحط كام بذره؟ بذرتين ثلاثه بالكتير، ووزعهم كمان تمام، واحطهم جوه التربه كده بسمك بسيط قوي زي حجمه، وبعد كده اروي تمام، واحط القصيص بتاعي في مكان مظلل، يعني لا هو لا شمس ولا ظل كامل، مكان اكنك واقف تحت الشمسيه ولا اي ولا تحت ظل تمام. والنبات بينبت في خلال من 10 ل 12 يوم. النبات اللي طالع بقى ده اسمه ايه؟ فتيل. اسمه ايه؟ فتيل. يبقى البصيلات اللي طالعه من البذره بنسميها فتيل. حلو الكلام؟ طيب المواصفات الفتيل تبقى عباره عن ايه؟ لما اجي اخدها، ما دي بقى الشتله اللي انا هزرع بيها. انا كده زرعت البذره في القصيص، عايز اكملها لغايه لما اخد البصله، مفيش مشكله، هتفضل معايا لمده قد ايه؟ تقريبا 9 شهور. 9 شهور من البذره لغايه لما اخد البصله الحلوه بتاعتي، 9 شهور. طيب انا هاخد، انا دلوقتي عندي مثلا حديقه في المنزل، او انا هزرع البذره بتاعتي في القصيص وبعد كده ازرعها واحط كميات، فبجيب مثلا الحوض بتاعه والزراعه بتاعتي وازرع البذور، بعد لما توصل الـ تقريبا حوالي شهرين من زراعه البذره بقلعها، بيكون السمك بتاع الساق تقريبا 1 سم، والبصلايه الصغننه الحلوه الجميله دي تقريبا بتبقى في حجم البيضه بتاعت السمان. عارف بيضه السمان؟ هتقول لي مش عارف بيضه السمان، ادي قد كده حجمها، قد كده. عارف البليه اللي احنا كنا بنلعب بيها واحنا زمان واحنا صغيرين؟ قدها بس اكبر شويه تمام. وطول النبات تقريبا حوالي 12-15 سم. بعد شهرين بيكون الارتفاع ده. اخد الابصال بتاعتي وانقي الحلوه الجميله الممتازه وارجع ازرعهم تاني تمام في المكان اللي انا هزرعهم فيه، بين النبات والنبات 25 سم، بين النبات والنبات ايه 25 سم. في الحاله دي بنسميها ايه الشتله دي؟ بزق. يبقى الفتيل اللي هو اللي طالع من البذره لما اجي بقى اخده تمام واجي احطه في الارض، الحاجات دي بنسميها ايه؟ البزق تمام. ونحطها على مسافات زراعه من 10 ل 25 سم في الارض بتاعتنا. بتاخد قد ايه؟ احنا في الاول زرعنا بذره، طلعنا الفتيل بعد شهرين، خدنا البصل ده بقى اللي احنا هنرجع نسميه بعد كده لما يمكن نحطه في الارض المستديم او في الاحواض بتاعتنا في الزراعه في الحديقه المدرسيه او المنزليه او فوق السطح، اسمها بزق تمام. تقعد قد ايه؟ 6 شهور على ما ناخد البصل. فجمع الاثنين مع بعض تلاقيه تقريبا حوالي نقول من 8 ل 9 شهور عشان تاخد البصله الجميله الممتازه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. البصله نعرفها ازاي بقى ان هي استوت؟ البصله لما احنا زرعناها وكبرت، اول حاجه الوقت، عدى 8 شهور او 9 شهور، دي رقم واحد. رقم اتنين تلاقي العرش بتاع النبات بدا يصفر، بدا يذبل، بدا يموت، يبقى كده خلاص استوى. ابتدي اطلع البصله اللي هي طالعه معايا بسرعه تمام، بعد ما اطلعها بحطها في مكان اللي احنا كنا زارعين فيه في الشمس عشان تجف، ونقي الحلوه الجميله الممتازه. دي الطريقه الاساسيه. طيب في نقطه بس انا نسيت اقولها، ما بين الفتيل والبزق بتاخد تهويه 10 ايام. ليه؟ ان انا لما بطلع الفتيل لازم اختار البصله الممتازه الكويسه اللي مش مجروحه السليمه اللي مش معفنه اللي مش مريضه، واسيبها مكففة تهتى كده في مكان مهوى، شمس مباشرة لا، في مكان كده مهوى مظلل، وبعد كده ازرعها، عشان كده بسميها البازل.
دي بس النقطة اللي أنا نسيت أقولها لكم في الكلام السابق. طب يبقى أنا كده زرعت إيه؟ البصل، من البذرة للبصلة، ركزوا معايا. طب أنا في البيت طلعت لي بصلاية منبتة في الصندوق بتاع البصل، ده بقى اسمه إيه؟ البصل الأخضر. أوه ده كده موضوع تاني، موضوع تاني. مش احنا اتفقنا ان البصل سنتين، السنة الاولى ما هناخد منه المحصول والسنة التانية عشان ناخد منه البذرة، فانت دلوقتي هتزرع دي المنبتة اللي مطلع عرش، بتحطها في كوباية مية، تمام؟ بالمنظر ده لو انت في البيت، سواء منبتة او مش منبتة، عشان بص انا حطيت مية لغاية فين؟ نلمس بس القاعدة اللي تحت كده بس، اكتر من كده لا، مش لازم اخطصها كلها كده. هتلاقي بعد اسبوع ولا حاجة بدأت تطلع جذور بيضة، تبقى تمام شوية وتطلع لك بقى العرش الاخضر، ممتاز. اول لما ينبت تاخدها تحطها في التربة، عايز تسيبها في المية هتسيبها، بس هيبقى عندك عرضة كتيرة للاعفان، عرضة كتيرة للمشاكل، عرضة كتيرة للريحة في المطبخ، اللي انت لازم تحطها في مكان ايه؟ مشمس. كل خطوات الزراعه بتاعتنا احنا اتكلمنا في مكان مشمس ما عدا الانبات بس، تمام؟ بتاع البذره في مكان مظلم، اول ما تنبت على طول تطلعها في الشمس. طيب حاجه تانيه، انا زرعت البصله الكويسه المنبته او مش منبته بالمنظر ده، تبتدي تطلع لي الجذور الاول بعد 10 ايام مثلا او اسبوع، وابتدي تطلع لي بقى المنبت الاخضر، يفضل يكبر ده. ده هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي البصل الاخضر اللي احنا بناكله بقى مع الفسيخ والرنجة والملوحة، او ناكله مع الفول الصبحية، او ناكله كده مع السلطة بتاعتنا الجميلة. نجمعه امتى؟ حسب رغبتي. عايز اجمعه كده، عايز اجمعه كده، عايز اجمعه كده زي ما انا عايز. انت بتشتري البصل الاخضر في السوق بيكون من المنظر ده، ان المزارع بياخد الابصال اللي هي مش مجزأة. يعني ايه مش مجزأة؟ يعني ساعات تيجي تقطع البصلة تلاقيها نصين، تمام؟ لا، اختار البصل الحلوة الجميلة الممتازة، تمام؟ اللي فص واحد وتزرعها هتطلع لك البصل الاخضر الحلو الجميل الممتاز بتاعنا، وتجمعه على حسب رغبتك. طيب نيجي نتكلم على، احنا كده اتكلمنا على طرق الزراعة. طب البصل الاخضر ده هجمعه بعد ايه؟ قلت لك بعد حسب ما رغبتك، حسب رغبتك، ما تقوليش وقت. طب بعد شهر؟ اقول لك زي ما انت عايز، عايز شهر شهرين تلاتة، زي ما انت عايز، حسب ما انت تستساغه، حسب الطول اللي انت عايزه. انت في السوق بتلاقي البصل قد كده، وساعات تلاقي قد كده، وتلاقي قد رفيع، وتلاقي تبقى مليان، زي ما انت عايز، زي ما انت رغبتك ما تريد. طب نيجي نتكلم عن التسميد. اهم نقطه قبل الزراعه بالبذره او بالبزق او بالابصال عشان يطلع المحصول البصل الاخضر، لو انت هتسيبه هيطلع لك العنقود الزهري ويطلع لك التزهير بتاعه بعد كده تدخل منه البذور، هياخد برضه تقريبا حول تاني. عشان كده احنا بنقول ثنائي الحول، يعني لو انت من بذره البصله سنه تقريبا، احنا بنتكلم في 9 شهور او 8 شهور، تيجي تاخدها تاني البصله تزرعها زي مواعيد الزراعه احنا كلمناها عشان تاخد البذره، هتاخد لك ايه؟ كام شهر كمان، تمام؟ يبقى احنا كده اتكلمنا ديت وقتلنا قتل كده من الكلام في الموضوع ده. معلش انا بطول عليكم بس عشان تعرفوا وعشان تستفادوا بالموضوع ده. نيجي نتكلم عن التسميد قبل الزراعه، سواء بذره ولا بصل نفسها، لازم سماد عضوي يقدر بربع كميه المكان. لو انا هزرع في حديقه منزليه تقريبا بنحط من 5 ل 10 كيلو سماد عضوي للمتر المربع. لو انا في البيت بزرع في قصيص يبقى ربع حجم القصيص سماد عضوي، ايا كان ايا كان السماد العضوي المسمى بتاعه. طيب بعد كده لما النبات يبتدي يكبر وينبت ويبقى مثلا طوله مثلا حوالي 10 15 سم، ابتدي ادي له بقى ايه؟ جرعات التسميد بتاعتي. هو يقعد فتره طويله، فانا بخير نفسي بين حاجتين، عايز اسميده تسميد عضوي، فانا عندي الهيوميك اسيد، وعندي شاي الكومبوست، تمام؟ وعندي سمات السمك، تمام؟ وسمات السمك ممتاز جدا. طيب بين التسميد والتسميد شهر، بين التسميد والتسميد شهر، وقبل الجمع
قبل الجامعه بشهر ونص او شهرين اوقف التسميد ايا كان، خلاص بقى البصله بدات تكبر وتدخل، ما هضرش نفسي في الموضوع ده. طب لو انا ما عنديش اسمده عضويه استعمل الاسمده الكيماويه بالان بي كي، وقبل الجمع بشهرين اوقف برضو التسميد، يبقى انا كده سميت. طب بالنسبه للامراض، اخطر مرض بيصيبه التريبس، واحنا ذكرنا في حلقه التريبس ازاي نعالجه. طب وعندك الذبابه، وعندك البق الدقيق، وعندك عندك امراض الفطريه زي امراض الذبول. امراض الذبول العلاج بتاعها انت بنفسك، ان انت ما تزودش الميه، زودت الميه بيحصل اعفان، فلازم تحافظ على مستوى ميه مناسب باعتدال زي ما ذكرنا في الحلقه رقم 204. طب العلاج الامراض الفطريه ايه؟ ذكرته بالتفصيل سواء رشه او سقايه في الحلقه رقم 41، والامراض الحشريه زي ما ذكرت في الحلقه رقم 42، وكل مرض انا ذكرته في حلقه بحلقه منفصله زي البق الدقيق، زي المن، زي التريبس، زي الذبابه ذكرناها. رجاء تكون حلقه النهارده حلقه مفيده واتكلمنا فيها عن البصل. ورجاء ملحوظه اخيره، في بعض الاشاعات انتشرت على ان الهباب الاسود ده بيجيب الكانسر وبيجيب السرطان وبيجيب الامراض. اقول لك سؤال بسيط يا استاذي ويا ست البيت ويا ربة البيت، ده مش خطر. هتقول لي ازاي؟ اقول لك اقرا اقرا المراجع العلميه اللي موجوده. هتقول لي انا مش شايف مكان، اقول لك عندك المكتبات العامه. ما عندكش المكتبات العامه، عندك الانترنت موجود، اكتب ما سبب الهباب الاسود في البصل، هتلاقي اقول لك الاسم العلمي بتاع المرض الفطري ده ايه. ده بيجي لسوء التخزين، ده بيجي لسوء التخزين وزياده الرطوبه. طب انا بالله عليك او بالله عليك او يا مؤمنه ويا مؤمن ويا كل الناس، انا لما اجي باكل البصل باكله ده ولا بمسك البصله بقشرها واغسلها؟ طب انا مثلا في الغيط ولا انا واقف في الشارع وبمسك البصله وديش اتشها واكل، مش انت بتاخد الجزء الخارجي ده وترميه؟ يعني بالله عليك انت لما بتمسك البصلايه كده وايدك هببت من المنظر ده، مش بتغسلها؟ مش بتعملها في حته فوطه؟ كافي ان انت بتشيل منها الكراسيم الفطر ديت، مش هتجيب لك مرض، مش هتجيب مرض. فاقروا عشان ما نبقاش سلعه سهله لأصحاب الإشاعات واللي بيحبوا يدمروا مجال الزراعة في الوطن العربي. كله بألف أنا وشفاء. السواد ده مش مرض، مش مرض يجيب لكم الأمراض، ده مرض فطري نتيجة التخزين السيء، زيادة الرطوبة. أهو تعبتها أهو زي الفل وتمام التمام، والبصلة طلعت بيضة وقشطة تمام، قشرها وكلها وإيديا أمسحها أغسلها، خلاص راح المرض تمام. تحياتي لكم جميعا ومع ألف سلامة.